معكم. انا بنت شهيد متبه في 75 متبه ما شناش ما عرفناش فين تدفن، ما عرفناش فين كاين. وراجلي مين يطير وبا الله يرحمه مسكين مات في الصحراء في عام 1975. ودابا حنا تفاجئنا واحد القرار جاء بالافراغ، حنا ما بينا ما عينا جالسين حتى جانا قرار خرجوا من ديوركم، ما فيها استدعاء ما فيها حتى حاجه، خرجوا فين غادي نمشيو؟ ما شغلهمش فين غادي نمشيو. ولا يعقل انسان ساكن من الثمانينات 80 عام وحنا في الديور 90 عام واحد النهار جا قرار خرجوا في حالاتكم فين غنمشيو؟ فين غنمشيو؟ لا يعقل انسان يتلاح للزنقه، ما عندناش فين غادي نمشيو، وحنا متملكين بديورنا وبالسكن ديالنا. انسان قال لك علاش مات العسكري؟ كيموت على بلادو ولا على ولادو، وتا حنا غنبقاو في ديورنا، غنموتوا في ديورنا، يريبوا علينا ديورنا، اللي بغاو نديروه نديروه، ولكن باش نخرجوا هكاك راه ما خارجينش، وحنا بغينا التصفيت لديورنا، حيت حنا ما سكناش عام او عامين او 10 سنين او 20 عام، حنا راه 80 عام وحنا في الديور، ملي كان با الله يرحمه مات في الصحراء وخلانا، وحنا غادي نولوا دابا كنقلبوا على فين نسكنوا، ولادنا ما حنا ما في خير، ولادنا ما في خير، ما كنعسوش، ما كناكلوش، ما كنشربوش، وحنا حرنا مع هذا الافراغ اللي جانا على غفله، ما يمكنش. ما يمكن جاك جالس ما بيك ما عليك جاك افراغ. ولا اله الا الله محمد رسول الله. وكنطالبوا سيدنا وحنا تحت امر سيدنا وتحت امر جلاله الملك يدير لنا التصفيت لديورنا. حنا ما عندناش فين غادي نترماو، لا حنا لا ولادنا لا السكان كاملين، السكان كامل ما عندهمش فين غادي يمشيو. ما يمكنش غادي نخرجوا واحد النهار ما بين ليله ونهار، خرجوا في حالاتكم، سيروا في حالاتكم، جا قرار بالافراغ، فين غادي نمشيو؟ فين ما عندناش فين نحطوا حوايجنا؟ ما يمكنش، لا يعقل، لا يعقل الساكنه تخرج سنين وهي ساكنه وفي الاخر غادي يخرجوا عباد الله هكا تخاوي في فاط، ما يمكنش. وحنا بغينا التصفيت وبغينا ديورنا. انسان كان يقول واحد المقوله يموت الانسان على بلاده ولا على ولاده، وغنموتوا حنا على ديورنا، ما عندناش فين غادي نمشيو. السلام عليكم، انا جيت من مدينه خريبكه كنطالب بحقي بحق السكن. انا الزوج ديالي توفى هذه مده وخلى لي الوليدات، ودابا كل مره كيهدونا بالافراغ، كل مره كيهدونا بالافراغ كاع وليداتي، كل مره كيقولوا لي يا ماما واش حنا ديما غنبقاو في هذا الحال؟ ما ديما غنبقاو هكا ماما، غنبقاو ديما هكا؟ حنا بغينا شي حل، بغينا يديروا لنا شي حل، ما غنبقاوش حنا ديما في هذا المشكل هذا، خصنا نديروا لنا شي حل ضروري، ما نبقاوش هكا وليداتنا جالسين بلا خدمه، وليداتنا جالسين ديما خوفانين، ديما في هذه المشاكل، حنا ولينا ديما الافراغات كيجيو ديما المشاكل، بغي يديروا معنا شي حل الله يرحم لهم الوالدين. الحل عدوانات الميه التطبيق بغينا داكشي وهادشي جابوا ذاكره ملكيه، وبغينا هاد السكن قاطن، بغيناه ضروري، ما بغيناش نبقاو في هاد المشاكل. حنا راه حنا عينا من هادشي هذا، وليداتنا حتى هما راهم عياو وراهم ديما ديما في هاد المشاكل، ولاو مراضين كيمشيو للمدرسه وعايشين في رعب، كيمشيو للمدرسه وهما خايفين علينا، دابا يجيو يديروا لنا الافراغ يخرجونا. حنا عينا اختي من هادشي، وبغينا يديروا لنا شي حل ويشوفوا فينا بوجه الله. انا الزوجه ديال شهيد الصحراء ارمله، ولادي ما خدموش، ما عندي سكن عسكري، ما خلاو لي حتى حاجه، انا ضايعه، انا تشوفوا الحاله الصحيه ديالي كدايره، ما عنديش كي ندير لهاد الاولاد ضايعين ليا، وانا ما عنديش لا سكن لا والو. يلا كي غنديروا هاد الحاله هادي الصحيه ديالي، مريضه مرض مزمن، ولادي ما خدامينش، ما عندنا لا سكن لا والو. تنطلبوا منكم انكم تشوفوا معنا هاد الحاله هادي الصحيه ديالي كدايره، وشوفوا السكن، شوفوا السكن العسكري ما عنديش، وانا تنطير. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبصفتي كارمله جيت اليوم ونأكد الحضور ديالي ونوقف مع ونآزر الاخوان ديالي قاطني السكن بقولة لا للتفويت، لا للتفويت، لا للافراغ، لا للافراغ. وحنا دائما كنوقفوا، ولكن باقي ما لقينا اذن صاغيه، كامل الحقوق ديالنا مهضومه. ومن هذا المنبر كنطالب صاحب الجلاله الحسن محمد السادس نصر الله باش يعطينا التفاته كبيره كبيره جدا، يلتفت لهذه الشريحه والارامل، هذه المتقاعد الارامل راه ضايعين ومهمشين بزاف، لا هما لا منضبقات لا ولاد خدامين لا السكن، اخر حاجه السكن غير حيدوه ليهم، فين غيمشيو؟ فين غيرميونا؟ وهاد الناس الا ما كانوا ما بقوش بغاونا يسرحوا لنا نمشيو شي بلاصه. حنا راه منتميين لهذا الوطن غير بلا كارت، غير بالبطاقه الوطنيه، شي حاجه انا بالنسبه ليا كتكلم، راني ارمله المنضخ ليله وباقي مكتفيني بالدي جي، المؤسسه ديال الحسن الثاني، المؤسسه ديال الحسن الثاني اللي مخليها كامله الارمله
من المتقاعد انا محرومه منها وما كنستافد منها. انا ديجي ومن هذا المنبر مره اخرى طلبت ديك النهار وكنناشد صاحب الجلاله محمد السادس بس يحيد علينا هاد الديجي ويدمجنا حتى حنا ولا يعوضونا. دابا اللي صلاح ليه يدير معنا ولكن يدير شي حل ما يخليناش هكا. حنا راه ضايعين بزاف، ولادنا ضايعين وحنا ضايعين، لا مانضه لا خدمه وحنا كلشي مراض، كلشي الله اللي عالم بينا كلشي. حالتنا مرضى ما بقينا نقدروا على الخدمه لا والو. والمهم ومن هذا الشيء كامل رجينا باش نوقفوا لا للتفويت لا للافراغ لا للافراغ لا للافراغ. هاد الاخوان خصهم السكن ديالهم يبقاو فيه ضروري ومؤكد، وحنا غادي نبقاو نأزروهم دائما فين ما احتاجونا غنوقفوا معاهم حتى يتمكنوا من السكن ديالهم. فين غيمشيو فين غيصيفطوهم للزنقه؟ راه اراميل وداري صغار الناس كبروا تما وتزوجوا ولدوا ولاو عندهم الاحفاد في هذوك الديور، يعني فين غيمشيو؟ صلى الله تعالى وبركاته. معكم محمد المخيلي مشرف وطني لقاطن السكن العسكري والمخزني عبر التراب الوطني، ورئيس مرصد وطني حقوقي للدفاع عن شاغلي عقارات واملاك الدوله والجاليه المقيمه بالخارج والوحده الترابيه. حنا مازال باقين في القلب ديالنا الوحده الترابيه. حنا هاد الاحتجاجات كنديروهم اليوم ماشي ضد في الدوله ولا ضد، باننا حنا اليوم باغين نبانوا على الصعيد الوطني، ولا باغين هاد الاحتجاجات يمشيو يتبنوها وحدين اللي هما يمشي من هما اعداء الوطن. لا، حنا كنقولوا عاش الملك، كلنا وطنيون، نحب الله ونحب الوطن، ولكن حقنا راه ما نتنازلوش عليه، راه حقنا ما نتنازلوش عليه. الرسالة اللي بغيتكم توصلوا كصحافة، الله يجازيكم بخير، كنشكركم كاملين بدون استثناء، وراكم على راسنا، وكنشكروا كل من هو صحافة اللي هي نزيهة، اللي هي كتخرج معاناة الشعب، معاناة الناس اللي راهم اللي راهم واقفين اليوم، اللي كانوا بالامس القريب حماة الوطن. ومازال كنتسناكم حتى تنقراو عليكم البيان الختامي، وغادي تشوفوا البيان الختامي غيكون فيه جميع المسائل ديالكم. المشاكل كتعاشي لي المشاكل، ما عندنا حنا حتى مشكل، عندنا مشكل واحد هو مع المدير ديال التجهيزات والمساكن العسكريه ومع الوزير المنتدب لدى وزاره الدفاع. حنا ما باغين حتى شي حاجه، باغين التطبيق الدوريات الملكيه ديال سيدنا اللي هي ديال 2001 2013 وديال 97 تفويت المساكن اللي قاطينها. ما عندناش شي حاجه اخرى، باغين غير هاد السيد هاد المدير وهاد الماجور ديال التجهيزات والمساكن العسكريه يتحمل مسؤوليته ككولونيل ماجور، كيتحمل مسؤوليته ككولونيل ماجور وهو رئيس المكتب ديال التجهيزات العسكريه باش يطبق التعليمات والدوريات الملكيه ديال سيدنا. زائد يردوا الارمله الشهيد اللي هي من حقها في الدوريات الملكيه بالتفويت السكن بدرهم رمزي، وجراو عليها لحوه في الزنقه في مدينه وجده، وكاين الاخوان في مدينه وجده. ناهيكم على بعض الاختلاسات اللي كاينه في هذا الملف، راه عيب وعار. زائد الاخت ديال الحاجب اللي هي طريحه الفراش وراجل حارب بالغالي والنفيس، راه مليح حاكم عليها، حاكمين عليها بالافراغ. زائد الاخوان ديال اغباله اللي هما اليوم حاطين لهم التراكس فوق ظهرهم، زائد الاخوان ديال تادله اللي هما غدا غاديين يطردوا عليهم طردا تعسفيا. والاخوان ديال تادله انا كنحمل المسؤوليه المديره ديال الاعمال الاجتماعيه اللي كاينه تماك حقها 40 عام ولا مع 25 عام وهي شاده ذاك المنصب، اللي هي الجهاز الوصي على هاد المتقاعدين ديال قسم تادله وديال جهه بني ملال الخنيفره، ولكن ما دايرش خدمتها وخاصها تاخذ فيها في حقها الاجراءات اللازمه. وناهيكم غادي نخرجوا يعيشوا في الزنقه، والنهار اللي غيخرجونا غادي نجيو نعسوا هنا قدامه، وغادي هنا غنريحوا في الرباط، غادي نريحوا هنا في الرباط لان الرباط هي مصدر القرار. نهار غادي يجريوا على واحد فينا، نهار غادي يجريوا على واحد فينا ولا جوج فينا، غادي نخرجوا كقاطن السكن العسكري والمخزني عبر التراب الوطني، غادي نجيو نهزوا وليداتنا نهزوا حويجاتنا وغادي نجيو نعتصموا هنايا. السلام عليكم، معكم الحاج عبد الرحيم الحجوي رئيس المرصد الوطني الحقوقي للدفاع عن شاغلي عقارات واملاك الدوله وقضايا الجاليه المقيمه بالخارج والوحده الترابيه. اول مره
كنشكروا الصحافه اللي كتواكب معنا مجموعه ديال المشاكل اللي هي جد مؤسفه. اليوم دايرين الوقفه الثانيه باش هذه الوقفه الثانيه اللي دخلنا مع هاد الناس في مجموعه ديال الملفات والمطالب ديالنا وما كاينش اللي غادي يبقى يجاوبنا. فلهذا كنستنكروا مره ثانيه وكنوجهوا نداء لصاحب جلال على قبل هاد الناس اللي ما بغاوش يحلوا معنا المشاكل، ما بقاوش سادين الملفات عندنا، رغم المراسلات والشكايات اللي كتبنا ما كاينش. هذه الرابعه ديال الوقفه، وقفنا قدام البرلمان، وقفنا قدام الله يليم هنا مرة ثانية، يعني ما كاينش حل، علاش لا يعقل، يحلوا معنا حوار. المشاكل اللي كتعانيها هاد الفئة، المشاكل اللي كتعانيها هاد المتقاعدين هما الأحكام بالإفراغ. كتجينا خمسة كل حي كل مدينة كتجيها 30 40 إفراغ، كل مدينة. وهذا الشيء كيكون توقيع عند رئيس الحكومة. وحنا وجهنا للرئيس الحكومة باش يحبس هذه الأحكام. لا يعقل الرتبة تكون ليل ها هو شاد الفراج ديالو بالتيوات ديالو وجا عنده منفذ قضائي باش يفرغوا. والسيد خدم مدة طويلة. لا يعقل. حنا بدنا وحنا في دورة الحق والقانون، راه لا يعقل. راه بلاد الديمقراطية، بلاد الحوار. حنا ما بغيناش هذه الوقفة نديروهم، بغينا نتحاوروا مع هاد الناس يحلوا معنا المشاكل. واش العسكري خدم تاعيا حياته ضحى وفي الاخر يجي يتحكم بابسط حاجه بالافراغ. فلهذا كنطلبوا من هاد الناس باش يحلوا معنا المشاكل ديالنا. اختي الفاضله ها انت كتشوفي الارمله ديال المتقاعد، يعني واحد ورغم الرتبه واحد الصالير، يعني واحد الاجره اللي كتقاد بها مسكينه ضعيفه وصابره ومكرسه. راه حرام هادشي، راه ماشي على الارامل، راه مجموعة ديال النساء رجال مكرسين، يعني هاد الملف ديالنا ما بغاوش يحلوا معنا هاد المشكل. بادئ ببدء كنشكروا هاد القناة ديال الحياة اللي هي الصوت ديالنا واللي غادي توصل لنا الصوت ديالنا لأعلى سلطة بالبلاد اللي ينصف هاد الشريحة المستضعفة من قدماء المحاربين والعسكريين والأرامل وذويهم المهددين بالإفراغ. نعم نعم هذه مهددة بالإفراغ، نسطر عليها. نحن كقدماء المحاربين والعسكريين دائما رغم إحالتنا على التقاعد فنبقى دائما جنود احتياطيين. نحن كجنود احتياطيين دائما جنود وراء صاحب الجلالة والقائد الأعلي للقوات المسلحة الملكية. أقول إلى احتجتنا الدولة من غدا ولا من دابا غادي نكونوا في الصفوف الأمامية، إلا وأننا تفاجأنا بالإفراغات الصادرة في حقنا، رغم أن الدستور في البند 31 ينص بأي مواطن له الحق في السكن. ألسنا نحن أولى بهذا الحق؟ ورغم أن هناك مناشر وزارية تنص بتفويت السكن لقاتلي وملكية، وعندي هنايا واحد المذكرة سامية اللي كتنص بأنها جندي احتياطي له حق في السكن، المذكرة الملكية السامية رقم 5832 والصادرة بتاريخ 9/5/1997. وهناك مذكرة ملكية أو مصلحية، مذكرة مصلحية رقم 54/97 الصادرة بتاريخ 18/3/2013. هذه المذكرة 2013 تنص بتفويت وتسريع السكن لقاطنيه. نحن أحنا للتقاعد رغم الهزالة ديال المعاش ديالنا اللي ما عادش نقدروا به باش نسدوا القوت اليومي. ناهيك على التمدرس والتطبيب، عندنا أرامل، عندنا أرامل أرملة كتشد 28000 ريال، وعندها أبناء ومهددة بالإفراغ. راه مهددة بالإفراغ عباد الله. حنا كنطلبوا صاحب الجلالة بالسدة العالية باش يطبق، حنا نريد تطبيق الأوامر ديالو العالية بتفويت وتسيير السكن لقاطين. وتحية